حياكم الله متابعي القنوات الرياضية السعودية في كل مكان، طاب مساءكم بكل خير. رحب بكم مشاهدينا من خلال ليلة جديدة من ليالي الديوانية. لكم كل التحية من كل الزملاء في فريق العمل، الزميل العزيز عبدالعزيز الناجي رئيس تحرير الديوانية، ومخرج لنا سلطان مخيرد، وبقية زملائي في الكنترول. أسعد برفقتكم وبرفقة ضيوفي في هذا المساء. اليوم يتواجد معنا شركائنا في الديوانية، نرحب بالكابتن عبد الله خوغير والكابتن سعدون حمود، أيضا يتواجد معنا اليوم الكابتن تيسير النتيف والأستاذ حامد القرني والأستاذ عايد العليوي، وأيضا معنا ضيفنا الجديد اليوم في الديوانية الكابتن عبد الله الكلثم. مساكم الله بالخير جميعا. حياك الله عبد الله، يا مرحبا، شرفتنا اليوم. شرف لي، سعيد. الساعة مباركة والله. الله يطول عمرك سعيد. جايبين لك اليوم لاعب وحداوي سابق ابو ماجد، مدرب وطني قدير نفتخر فيه. يا هلا وسهلا، ما يحتاج. تعلمنا كرة القدم منه. بس ما لحقت عليه. لا لا، ما لحقت عليه ولا في الإدارة. الله يحييكم جميعا، ونحن نسعد بكل ضيوفنا اللي يتواجدون معنا في الديوانية من أجل إثراء المتلقي والمشاهد اللي يتابعنا دائما، يخصص جزء من وقته الثمين لمتابعة كل ما يطرح في الديوانية. الحديث هذه الأيام عن المنتخب السعودي، وفي فترة التوقف الحالية الأخضر السعودي هو اللي كان صوته عالي جدا في مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا الحديث عن مباراته الأخيرة مساء أمس أمام منتخب طاجكستان واللي انتهت بتعادل إيجابي بهدف للمنتخبين. سعدون حمود، خلنا نسمع رأيك حول مستوى المنتخب أمس خارج الأرض وعلى ملعب صعب، أرضية صعبة، وبعض الظروف اللي صاحبت المباراة وبعض الظروف اللي صاحبت أيضا الأخضر. كيف تصف مستوى الأخضر أمس مع طاجكستان؟ صباح الخير على الجميع. طبعا هو بندر، أنا شاهدت المباراة والشوط الأول وشاهدت المباراة الشوط الثاني. أعتقد كابون من المباراة السابقة. أعتقد المدرب المنتخب ما زال جالس يجرب، ما زال جالس يجرب، وهو الحين مع الفريق يمكن حوالي 15 مباراة والله حوالي 20 مباراة. نعم. ولا بعرف وين الحلول اللي موجودة عشان يسوي فريق والله يسوي منظومة. أي. أنا شاهدت المباراة الثانية، أول 10 دقائق الطاجيك بغى يسجل عنا هدفين في المباراة، وكان في الاختراق. أي. عندنا مشكلة كن ومشكلة مختار علي، مش عارفين يضبطون محور الارتكاز. نعم. لأن مختار علي ما عنده القوة، هو لاعب كويس بس يحتاج في هذا المكان لاعب قوي جدا في الافتكاك. ما كان فيه افتكاك، حتى الفرص اللي جات علينا الشوط الأول سببت مشاكل أول 10 دقائق، بعدين المنتخب عاد. احنا نعم. مشكلة المنتخب السعودي التنظيم الدفاعي يعني يحتاج له استقرار، يعني يشكل له فريق والله، يشكل له مدافعين يلعب معاهم فتره طويله عشان يكون في انسجام. نعم. ما في انسجام، كل مباراه تشوف تشكيله معينه. احنا نبغى نوصل الى الهدف المعين اللي في التصفيات، نبغى نحقق المطلوب عشان الجوله اللي بعدها بتكون اصعب. نعم. يعني حتى الهدف، لما انت شفت الهدف اللي جاء علينا أيمن يحيى، ما لومه أنا. لما لعبت الكرة الجناح اليمين راح دش على الداخل وطلع لعون، وهذا أي. غلط، لأن هذا ما كان في تنظيم دفاعي موجود في المنتخب السعودي. طيب، غياب بعض اللاعبين اللي كانوا أساسيين ثابتين مع المدرب الفترة الماضية ما أثر على، أنا اللي لاحظته الهدف اللي تسجل في مرمانا جاء من نفس الخانة اللي تكلم عن غياب البليهي، ولا تكلم عن غياب ناصر الدوسري. ناصر الدوسري. أيوة. صح ولا لا؟ ايوه صحيح. أي. احنا طب غيابه ما اثر على استقرار المنتخب هو او التشكيله؟ هو ياثر على التشكيله، بس لابد ان انت تلعب اللاعبين. يعني هذه مباراه مهمه، يعني انت لو فزت فيها تاهلت اليوم. أي. احنا قاعدين نبحث على نقطه. نعم. ان شاء الله ناخذها من امام باكستان، وعندنا فريق الأردني، فريق. نعم. قوي، فريق أنت شفته في البطولة. صحيح. في البطولة الآسيوية. لا إن شاء الله قادرين. إن شاء الله قادرين. نتمنى إن شاء الله أن السيد مانشيني يرمرم خط الدفاع ويعدل خط الدفاع وينظم تنظيم كويس، لأن المرحلة القادمة بتكون أصعب. ولا تنسى خط الوسط وخط الهجوم، لأن اليوم المنتخب السعودي ما عنده خط هجوم. نعم. أنا شفت اليوم المباراة الأخيرة، رديف
رديف أضع فرصة والإخوان تكلموا في المجلس قالوا بسبب الأرضية، هي مش بسبب الأرضية، بسبب الجهد الجهيد اللي يقوم فيه اللاعب. يعني أعطيته أنت أدوار هو ما كان يؤديها، يعني نزوله إلى الوسط وموجود خمسة لاعبين، ليش؟ بسبب إيش؟ ليش خليت أنت ينزل الوسط؟ هنا الجهد هذا، الجري 20 متر لما يوصل إلى الهدف يكون عنده التركيز، ما يكون عنده 100%. جميل. طيب عبد الله كلثم، المنتخب السعودي في أربع مباريات 11 نقطة الآن في مجموعتنا، يتصدر المجموعة، نحتاج نقطة وحيدة إن شاء الله فقط لضمان التأهل للمرحلة النهائية. هل ممكن نتحدث عن تفوق في هذه المرحلة، أو أن تواضع المنتخبات اللي موجودة معنا في مجموعتنا ساهمت في هذه النتيجة؟ هو بدون شك بدر، إحنا لما نجي نشوف الإمكانيات الموجودة عند منتخبنا، أي، وهذه ترى هو اللي السبب الرئيسي في حرقة أغلب الشارع الرياضي أو كل الشارع الرياضي، مسألة أنه اليوم إحنا قاعدين نتطور بشكل كبير جدا، عندنا لاعبين بإمكانيات عالية جدا. صحيح. لا زال مانشيني أو حتى القائمين على المنتخب إلى الآن نرى أن المنتخب لا يقدم مستويات كبيرة. لما قال سعدون أنه المشاكل في مسألة الحلول الهجومية، اليوم عندك واحد من أخطر اللاعبين في الشق الهجومي اللي هو سالم الدوسري، نرى سالم في الهلال على أعلى مستوى، بل يتفوق على كثير من اللاعبين الأجانب، نعم، حتى على مستوى الدوري. أي. اليوم مع المنتخب سالم يؤدي أدوار تكتيكية مبالغ فيها، أنت حرمت سالم من أنه يبدع ويتألق بشكل كبير، بالإضافة إلى أن حرمت المنتخب من أحد أهم أسلحته. نعم. مباراتنا الأخيرة بانت بشكل كبير جدا أهمية وجود سعود عبد الحميد، الله يرحم والده ويغفر له، لكن في المباراة السابقة اللي صارت في أول بارك كان أحد أهم الحلول الهجومية للمنتخب السعودي بنسبة 35%. تخيل المنتخب السعودي بنسبة 35% كان موجود من عند سعود عبد الحميد. اليوم الحديث عن مانشيني من خلال الحلول الهجومية غير موجودة، بالإضافة إلى أنه حتى في حديثه لما كان يتكلم عن أنه أنا ما عندي لاعبين يلعبون على مستوى الدوري، بما أنك لازلت من وجهة نظري تستطيع أنك تجرب، ليش ما يكون عندك جرأة شوي وشجاعة في اختيار بعض اللاعبين من بعض الأندية؟ ليش ما في لاعبين؟ ليش اليوم المنتخب يقف على الهلال والنصر والاتحاد والأهلي؟ ليش ما في لاعبين من الوحدة؟ ليش ما في لاعبين من التعاون؟ توسيع الدائرة. طبعاً اليوم إحنا يجب أن نعطي ثقة أكبر للاعبين حتى الصغار. نعم. يجب أن تمتلك الجرأة والشجاعة في أنك تبرز حتى اللاعبين. من متى ما شفنا المنتخب يطلع لاعبين على مستوى عالي؟ صح في عذر إنه اللاعبين اللي موجودين عندك الخبرات واللاعبين الكبار واللاعبين المميزين. ما يلعبون وقت أطول على مستوى الدوري لوجود ثمانية، والسنة الجاية بيكون في 10. أي. لكن برضو هذا لازم يكون عندك أنت كمدرب كبير. لاحظ أنا ما جبت مدرب لسه قاعد يتعلم. نعم صحيح. أو لاعب صغير. إيش الحلول اللي قدمها مانشيني حتى الآن في الأسباب اللي هو يراها؟ بس في الجانب الآخر عبد الله معليش، يعني أمس شاهدنا أخطاء فردية، صح ولا لا؟ ممتاز. من بعض اللاعبين. ممتاز. وفي ضياع للفرص مهدرة يعني بشكل يعني واضح. هل هذا خطأ مانشيني أو مسؤولية مانشيني أو مسؤولية اللاعبين عشان حتى نقف في المنتصف؟ لا شوف، احنا كمدرب ننصف مانشيني وننصف اللاعبين. احنا كمدربين تعلمنا ان المدرب يجب ان يعمل على شقين، منظومة الفريق والعمل الجماعي وتطوير امكانيات اللاعبين الفردية. هل السيد مانشيني يرى مثل هذا الامر؟ بندر اليوم احنا انتقلنا في عالم كرة القدم، اليوم كرة القدم في اوروبا مثلا اللي السيد مانشيني منها، نعم، تطوروا بشكل كبير جدا. هل السيد مانشيني اليوم يتواصل مع الأندية؟ هل يعرف مثلا محمد كنو كيف يتمرن؟ هل يعرف سامي النجعي كيف يتمرن؟ هل يقف على تقارير معينة انه اللاعبين اللي ما يتمرنون او ما يلعبون مباريات على مستوى عالي، هل يعرف هم شلون قاعدين أو يتواصل مع الأندية بشكل كبير؟ هذه أسئلة. بس كان موجود في المباريات، كان حاضر المباريات، متابع المباريات، متابع اللاعبين، متابع المباريات. السيد ماشيني يحضر المباريات الكبيرة، أي، هذا حقه. لكن هل المباريات المتوسطة يعني أبها وضمك يحضرها مانشيني؟ الوحدة والرياض يحضرها مانشيني؟ مساعدين. لازم لازم. أي واضحة فكرتك، يعني ليش محصورة فقط الأسماء اللاعبين أو تشكيل منتخب على أندية معينة؟ طيب الآن تعرف مباراة أمس 493 تمريرة المنتخب السعودي، 100 تمريرة خاطئة، بلغت الأرقام تتكلم عن 25%
من تمريرات المنتخب الكلية في المباراة خاطئة. ممتاز. مسؤولية مدرب أو مسؤولية لاعبين؟ مشتركة. ليه؟ لأني أنا لما أجي أقول عذر أنه محمد كنو مثلاً، احنا شفنا المباراه الاولى والمباراه الثانيه أيه. نسبه كبيره جدا من اللاعب محمد كنو. محمد كنو لاعب كبير ما حد يختلف عليه، لكن الانقطاع عن اداء المباريات اكيد ياثر عليه. طيب كم نسبه محمد كنو في لعب المباريات واللاعب البديل اللي موجود؟ انا كمدرب يجب اني اعتمد على اللاعب اللي عنده دقائق اعلى بغض النظر عن اسمه. انا لازم اعطي اللاعبين ثقه اكبر. طيب. لازم اخلي اللاعب يكون عنده، اللاعبين كلهم يعرفون انه المنتخب قائم على الجهد والاصرار والعمل. طيب اجمالا تيسير انت شو نقول عن مباراه منتخبنا امس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسي عليكم وعلى الاخوان جميعا. اعتقد نتيجه جيده بحكم خارج الارض. لعبنا اربع مباريات. نعم. خارج ارض حققنا يعني اربع نقاط منها. اعتقد نتيجه جيده في ظل الاوضاع اللي يعني نكررها، سواء من بعض اصابات اللعيبه، بعض الغيابات. نعم. بعض الايقافات. المدرب يعني ممكن شاركني الكابتن دائما يحب يكون المجموعه تكون متواجده معاه، بحيث انه من مباراه الى مباراه ما يحب يغير كثير في التشكيله. احنا قاعدين نشوف المدرب من مباراه لمباراه يكون عنده مشاكل في العناصر، في اخطاء فرديه شفنا في المباراتين اللي راحت، اخطاء مثل ما تفضلتوا في التمرير. يعني لما يكون في اخطاء في التمرير خصوصا في الجهه الهجوميه تصير عليك مرتدات فينكشف الدفاع. اعتقد المدرب يحتاج الى مزيد من الوقت. شفنا قبل كاس اسيا لما اخذ اللعيبه مده طويله، اعتقد كان اداء المنتخب ممتاز في كاس اسيا، والدليل مباراتنا مع كوريا، جارينا كوريا بلعيبتهم اللي يتفوقوا على لعيبة منتخبنا في عدد دقائق اللعب اللي كانوا يلعبوا فيهم كأفراد عناصر في منتخب كوريا. نعم. يحتاج الانسجام المنتخب، يحتاج ان المدرب يكون متواجدين معاه فترات اطول من اربع ايام ومباراة استشفاء يرجع لتمرينين، في محتاج التجانس. نعم. فاعتقد ان شاء الله باذن الله التصفيات اذا تأهلنا باذن الله بتأهلين احنا التصفيات الجاية يكون في وقت إن يكون معاهم والأشياء اللي هي مطلوبة يطلبها منهم بنفذوها إلى بحكم إيش إن في يكون تجانس. بعض اللعيبة ما يلعبوا مثل ما تفضل الكابتن. صحيح. لكن هذا دورينا. شوف إحنا يعني نرغب في دوري قوي. صحيح. فالمدرب بياخذ أفضل العناصر الموجودة اللي يشوفها. كل مباراة أو كل تجمع قاعد يضيف ويشوف العناصر الأفضل إلى واللي هو يعني تنسجم مع صحيح الأشياء اللي يبغاها منهم مطلوب منهم. شوف احنا لو إذا بنتكلم عن المرحلة من استلام مانشيني إلى الآن يمكن فيه يعني كلام كثير أو ملاحظات كثيرة، لكن نفس السؤال أنا سألته عبد الله تيسير، لما يكون هناك تمريرات خاطئة، فرص مهدرة، حتى أيضا بعض الفوضى الفنية أحيانا تصير داخل الملعب، هل هي مسؤولية مانشيني مدرب أو مسؤولية اللاعبين أنفسهم؟ أكيد المدرب، لأن احنا ما ودنا نكون قاسيين على المدرب في كل شيء، في كل التفاصيل احنا نوجه له سهام النقد. يعني المدرب اللاعبين ما يتحملوا مسؤولية؟ لا، المدرب بيحلل وعنده مساعدين وبيشوف الخصم وش القوة والضعف وبيوجه اللعيبة وبيعطيهم محاضرات قبل المباراة أو قبل التمارين. الدور التنفيذ على اللعيبة لما يكون في أخطاء سهلة من التمرير بدون ما يكون عليك ضغط، هذا مسؤولية لاعب. يعني مسؤولية الجودة، جودة الجودة في التمرير. إذا أنت تسأل عن التمرير يعني. فإن شاء الله لعيبتنا يتحسنوا. طيب عبد الله الآن يقول ليه ما يوسع الدائرة ويكون له اختيارات من الأندية الأخرى؟ هل هناك أسماء أفضل من الأسماء الحالية الموجودة في المنتخب؟ لا، لو في أفضل من هذه الأسماء اختارها أكيد طبعا. أكيد يعني تأكد تماما لو في أسماء من أفضل الموجودة ما أفضل من الموجودين اختارهم. سمحان. طيب. سمحان أفضل من بعض اللاعبين موجود، انت تختار حين اللاعبين مصابين، المالك انت مختاره ما يلعب، هو سمحان يلعب في الاهلي، هو وجهه اختاره انا، هو وجهه نظر، هو وجهه نظره كمدرب. هي مش قضيه وجهه نظر. اليوم 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 ليش اخطاء في التمرير كثير؟ لان انا في التكتيك هذا انا مش مرتاح، لاني ما اديه،
بسبب الأخ عدم ارتاحية اللاعبين بهذا التكتيك تزيد الأخطاء. نعم. بس إما أنت تضع لهم تكتيك مناسب للاعبين تشوف اللعب يكون سلس. طيب. اليوم الحلول ما عندنا في المنتخب السعودي. الحل موجود في 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 رجل لاعب واحد أو عند لاعب واحد هو سالم الدوسري. نعم. اليوم غريب ما عنده حلول، غياب غريب اليوم. هل هو مصاب في المباراة اللي راحت؟ لازم أنت تتساءل اليوم أنت لما تستقر على اللاعبين تلعب مباراة ومباراتين وثلاث وأربع، يكون في تجانس في خط الدفاع، يكون في الخطوط كلها مترابطة. اليوم مختار علي يخترقونه مش عارف كأنه يروح يلعب قطري ولا يلعب الأمامي، ما يدري هو شنو وين يروح، يروح من جهة اليمين ولا من جهة اليسار، لأن كل الأهداف اللي جات على المنتخب السعودي كلها من من العمق، والهدف اللي الأخير على أوزبكستان جاء من العمق، لأن أيمن يحيى بدل ما يجري على الجناح جرى على الداخل وطلع مباراة الأخيرة طاجكستان. هو طلع عون السلولي، وهذا غلط أنه يطلع عون السلولي في المنطقة هذه. نعم. لأنه هو سنتر، لابد أنه أيمن يحيى ما يلا أيمن يحيى، أيمن يحيى لاعب جناح. نعم. لاعب وسط لعبه في هذا المكان بسبب الظروف. في أظهرة يسار يا أخي موجودة في المملكة، مو شرط أن أنت تجيب أيمن يحيى، في لعيبة أظهرة في المملكة جيبها. طيب. يا أخي يعني في أسماء مميزة لكن توظيفهم كان غير جيد. توظيفهم. نعم. غير جيد بسبب التكتيك. أعتقد لعيبة الهلال ولعيبة النصر يلعبون بتكتيك مختلف عن اللي يلعب فيه. طيب. خمسة. المنشين يلعب مع المنتخب 3-5-2 صح ولا لا؟ طيب لو لعب 4-4-2 بيتغير الكلام؟ إيه بيتغير الكلام، لأن اليوم أنت عطيت الرديف مهمات كثيرة، ومش مش من حق مش 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 مطلوب أن الرديف ينزل وسط الملعب، والدليل الفرصة اللي انفرد فيها في 20 متر يوم وصل عند المرمى عشان يسدد. نعم. فقد التركيز. طيب عايد. فقد التركيز. نسمع من عايد. أمسي عليكم وعلى المشاهدين. أنا شخصيا غير مقتنع صراحة في المنتخب، يعني في مباراة الأمس كان غير مقنع فنيا للأمانة. المدرب يتحمل الكثير من هذه الأمور، خاصة أنه الثبات على التشكيلة، احنا شفنا عدم ثبات على التشكيلة في عدة مباريات. نعم. أنت وجود تشكيلة ثابتة لك على شكل طويل على طويل الأمد. نعم. هنا تحصل على الثقة بين اللاعبين، التجانس. شفنا أمس خط دفاع جديد، ممكن بعض الظروف هي ما ساعدت يعني مانشيني، لكن هذا ليس عذر يعني أن يظهر المنتخب بهذا الشكل. ليلة مباراة الأمس كانت للأمانة الجميع تقريبا أقروا على أن المدرب هو من يتحمل يعني هذا التعادل. المفترض أنه أنت في دوري قوي جدا، دوري يملك فيه لاعبين كبار جدا، لاعبين يجب أن تعطيهم الثقة. يعني أنا شفت مانشيني في المؤتمر الصحفي الأخير في الملعب الأول بارك، ذكر قال أنه شخصيا يعني بعد سؤالي له قلت له أنه كنتوا في الشوط الأول كنتوا جيدين، الشوط الثاني ما كنتوا جيدين، قال لي لأنه أنا أملك لاعبين ما يلعبون دقائق الكافية في أنديتهم. فهذا مو عذر يعني، خاصة أنه هو شغال بشكل كبير جدا. هذا كلامه لك في المباراة الأخيرة هنا. نعم. مع طاجكستان. بعد مباراة طاجكستان. بالضبط. طب هو يردد نفس الكلام من من من, من استلام تدريب المنتخب. صحيح. رغم ذلك بندر إلا أنه يعني هو يشتغل كثير على الجانب اللياقي، يعني شفنا كم مرة حاط الأقنعة واللياقي، يعني المفترض أنه أنت يعني عندك الوقت الكافي لأنك استعدت لياقة اللاعبين بشكل كبير جدا. نعم. مارفك بدأ في حقبة جديدة، يعني يجب عليه أن يعني يعرف ثقافة اللاعب. بدأ يعني أو يعني بدأ في الفترة الأخيرة أنه يخلق شخصية للمنتخب جديدة. أيه. بعكس مارفك اللي بدأ ثم أكمل عليها رينارد. نعم. الآن اللاعب السعودي، يعني في كثير من ترى المدربين، كثير من المدربين يعني ذكروا، يمكن المدربين يعرفون، ذكروا أن اللاعب السعودي هو موهوب لكنه لا يتشرب التكتيك بشكل سريع. نعم. وهذا ممكن هو اللي أضعف يعني
عند مارفك الحلول. بس في يعني ملاحظات كثيرة يعني لما يتكلم عن عدم الاستقرار على أسماء معينة، الأخطاء اللي تصير في بعض المباريات، يعني هذه أنا أعتقد أنها يفترض أن مانشيني تجاوزها بحكم أنه يعني مدرب كبير واسم معروف، يفترض أنه حتى عالجها بشكل سريع أيضا مع وهذا طبعا لا نغفل أيضا أن اللاعبين عليهم دور، على عاتقهم مسؤولية. أنت تتكلم عن يعني لما تضيع أهداف محققة يعني ما هي مسؤولية مانشيني، صح ولا لا؟ يعني أنا شاهدت أمس، شاهدنا يمكن كلكم تابعته، في بعض ردات الفعل للمدرب كانت يعني كانت ردة فعل عنيفة غاضبة على أداء بعض اللاعبين أو حتى على ضياع بعض الفرص. مسؤولية اللاعبين، صح ولا لا؟ مسؤولي اللاعب عليه مسؤولية كبيرة جدا. يعني المدرب، إحنا ما نحط كل شيء على المدرب، اللاعب يجب عليه أن يتحمل. هذا مركزي، لازم أكون قد هذا المركز ما دام المدرب وضع ثقة فيني وأعطاني جميع سبل النجاح أني أكون يعني مالي مكاني، لازم أن يتحمل جميع يعني عقبات هذا الشيء. في بعض الأمور اللي هي التفاهم بين اللاعبين، يعني في يعني مثل ما أنتم شايفين يعني مختار علي ترى كان إضافة جميلة جدا أنا شخصيا أشوفها للمنتخب وتحسب المدرب مانشيني، لكن لما تلعب اليوم بتشكيلة بكرة بتشكيلة بعدها بتشكيلة، حتى اللاعبين بينهم ما في ما يكون راح يعني تفاهم، وهذا ممكن يعني يضعف الأداء. احنا محتاجين في المنتخب ان نثبت على تشكيلة من اجل ان نظهر بشكل جيد في قادم المسابقة. نعم. طيب، على كل احنا نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا في الفترة المقبلة، ودائما احنا قلبا وقالبا مع الاخضر في كل الظروف، في كل الاماكن، في كل الازمان، دائما حتى وان كان هناك بعض الملاحظات هي ايضا من جماهير عاشقه ومحبه للاخضر، وان ترى منتخبها بافضل المستويات. كل التوفيق للمدرب مانشيني وبقيه اللاعبين وكل القائمين على المنتخب السعودي. نغلق ملف الاخضر، نفتح ملف اخر. لدينا تقرير يتحدث عن دور الاعلام الرياضي في مواكبة المرحلة الحالية للرياضة السعودية. هناك عدد من الاستفهامات نطرحها على الشارع الرياضي والمجتمع الرياضي ككل من خلال هذا التقرير. الإعلام الرياضي يعد من أهم عناصر القوى للنشاط الرياضي، وهو بوصلة القطاع الرياضي في العالم. يبين قواعد وقوانين مختلفة وينمي وعي المشجع الرياضي في مختلف الألعاب، لا سيما أن الرياضة تعد جزءا حيويا من الاستراتيجية الشاملة لتقوية مكانة السعودية العالمية. Saudi Arabia's economy is getting a boost in the athletic arena as it gears up to participate in some of the world's biggest sporting events. ولا يتوقف على كرة القدم فقط، والتي شهدت استقطاب نجوم عالميين، وإنما حتى في الرياضات المختلفة كسباق السيارات والملاكمة والفروسية. وسعيا لمواكبة تطورات المملكة، أطلق وزير الإعلام استراتيجية الهيئة العامة لتنظيم الإعلام لقيادة القطاع نحو الريادة ورفع جاذبيته الاستثمارية. ولكن السؤال الحائر في الأذهان، هل الإعلام الرياضي السعودي ساعد في مواكبة التطور الرياضي؟ على الصعيد الكروي أصبحت كرة القدم السعودية تكسب انطباعا عالميا، فتسابقت القنوات الأجنبية لنقل المناسبات الكروية في السعودية، والصحف الأجنبية تزين صفحاتها بعناوين تناولت فيها ما يدور على المستطيل الأخضر السعودي. ولكن المشجع الرياضي المتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو البرامج الرياضية عبر محطات التلفاز والإذاعة، ما زال يجدها مناظرات متعصبة تسود بين الجماهير والإعلاميين، مما يفسد الروح الرياضية ويشوه القيمة الكروية السعودية. التطوير الإعلامي لا زال يطرق الأبواب ويستنجد باللوائح والتنظيمات والكوادر البشرية ليواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في جميع المجالات. شكرا للزملاء في الإعداد على هذا التقرير، واللي
يتحدث عن دور الإعلام الرياضي في مواكبة المرحلة الحالية من الرياضة السعودية. طرحنا بعض الاستفهامات أو بعض التساؤلات اللي نتركها للمجتمع الرياضي، وهل بالفعل الإعلام الرياضي مارس دوره بامتياز في مواكبة هذه المرحلة الحالية؟ هل هو تماهى مع التطور الكبير والسريع جدا للرياضة السعودية بمختلف الرياضات والألعاب الأخرى، أم أن الإعلام الرياضي يتحمل جزء من القصور الحاصل في المشهد الرياضي باعتبار أنه قد يساهم في بعض الأحيان في إثارة التعصب الرياضي، وبعض الأطروحات أو حتى المحتوى الإعلامي الرياضي لم يكن متوافقا مع هذه المرحلة؟ أسئلة أطرحها على ضيوفي اليوم هنا في الديوانية ونسمع آرائهم حتى نصل إلى نقطة التقاء أو حتى معالجة هذه المشكلة، وأن نسير دائما في مواكبة التطور الرياضي من خلال الإعلام الرياضي. حامد القرني، كيف تعلق؟ والله الإعلام الرياضي هو شريك في نجاح يعني اللي وصل إليه الرياضة السعودية. نعم، وصل إلى في آخر 3 سنوات استضفنا 100 حدث، وكانت تغطية نقول بنسبة كبيرة كانت مميزة. نعم، اليوم الإعلام مرئي أو مسموع أو مقروء أكيد إن في إيجابيات وفي سلبيات. حتى في وسائل التواصل الاجتماعي اليوم يعتبر إعلام الجديد اللي هم ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي سواء عن طريق منصة إكس أو عن طريق التطبيقات الأخرى. اليوم لدينا شباب سعوديين يغطون المناسبات الكبرى اللي حدثت في المملكة العربية السعودية عبر حساباتهم الشخصية. نعم، أفضل تغطية. اليوم نسمع أنه الإعلام هو مصدر التعصب، لكن عندنا جلد للذات بشكل كبير جدا. إذا كان مثلا نسبة 10% 20% من الإعلام السعودي يعني مصدر كبير للتعصب، طيب 80% الباقية الزملاء الصحفيين، الزملاء الإعلاميين، النقاد الرياضيين اللي يقدمون أطروحات مميزة ويقدمون إحصائيات وأرقام. نعم، وأراء محترمة بشكل جدا رائع. لكن السؤال اليوم المتلقي ماذا يريد؟ وضع تحت هذا السؤال 1000 خط. أيه، ماذا يريد المتلقي؟ في برامج كثيرة مرئية يكون فيها أطروحات عالية، لكن للأسف ما تتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، بينما بس والسبب أنه ما في بما يقولون مثلا أكشن. أي، لكن لو حدث نقاش حاد بين سين وصاد راح تجد يعني وسائل التواصل الاجتماعي تعج بهذا المقطع. وللأسف أن في نسبة كبيرة أيضا من المتلقين لا يريدون إلا مثل هذه البرامج، لا يريدون نقاش هادف، نقاش بناء، ونقاش يعني راقي. يريدون مثلا أنه من الناس ينتمي للنادي سين وصاد ينتمي للنادي صاد، ويحدث بينهم أكشن. نعم، وفريقي أفضل من فريقك، فريقك تعرض لظلم تحكيمي، وفريقي لديه مشكلة في التعاقدات. أي، بينما عندما يحلل ناقد رياضي بالأرقام لا تجد هذه الأمور موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي. فنقول أنه لا يكون عندنا جلد للذات، عندنا زملاء صحفيين على مستوى مهني كبير في طرح الأسئلة في المؤتمرات الصحفية. نعم، في مقابلات المكسزون، في الانترفيو. عندنا زملاء نقاد رياضيين يقدمون أطروحات عالية وقيمة وبناءة. نعم، وفي البرامج الرياضية لا ننظر لربع الكوب الفارغ فقط. نعم، من الكأس ونقول هذا إعلامنا السعودي. اليوم انظر للإعلام سواء الخليجي أو العربي، اليوم الإعلام السعودي ترى متميز ومتفوق. الإعلام العالمي جالس يحضر ويغطي مباريات في دوري زين. صحيح، عفوا، في دوري روشن، وكالات الأنباء العالمية. نعم، وكالات الأنباء، وجالسين هل النقاد يعني يشوفون يعني حتى نوعية الأسئلة اللي جالسة تطرح في المؤتمرات أسئلة نوعية. نعم، وأسئلة يعني أنا أقول لك يمكن تطرح 6 أسئلة للمدربين، 3 3، نقول مثلا سؤال ممكن ما يكون وفق يعني المهنية المطلوبة، لكن ليش ننظر لفقط هذا السؤال؟ لا، ما هي مقياس يا رائع. إيه؟ وما ننظر للخمسة الأسئلة المميزة. ممتاز. طيب أيضا الآن 6 نقاد
طرح يعني طرحوا 6 آراء وكان في نقاشات عالية جدا، لكن حدث مثلا بين أنا والكابتن سعدون بما أني أمون على الجميع، لكن الكابتن سعدون ترى هذا المقطع اللي راح ينتشر الآراء اللي كانت تتداول طوال الحلقة طوال ساعتين أو ساعة ونصف ما راح تتداول. طيب للأسف أن المتلقي أيضا يشارك في هذا الأمر. الإعلام عندنا صحيح أنه أحد مصادر التعصب، ولكن يعني أنا أقول مع النقل النوعية الجديدة وزير الإعلام ويعني وتقنين الأطروحات الجديدة، أعتقد أنه بدأ يخف التعصب بنسبة كبيرة جدا حتى على مستوى التغريدات في منصة إكس، وأيضا الأطروحات اللي تتداول في البرامج. شوف حامد، أنت لما تتكلم عن التنظيمات أو التشريعات موجودة والقوانين والأنظمة موجودة، يعني أنت الآن تكلمت عن ردة الفعل من قبل الجماهير أو المتلقي، وإحنا دورنا هنا نتكلم عن الفعل، نتكلم عن الإعلاميين، نتكلم عن المحتوى الإعلامي، تتكلم عن ما يقدم المادة الإعلامية اللي تقدم للجماهير. وللأمانة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بقيادة معالي الوزير الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري سنت قوانين كثيرة وشرعت لهذا الموضوع تحديدا، وساهمت وقدمت عمل واجبات متميزة جدا في مسألة عمل كنترول أو الحفاظ على القيم والمبادئ الإعلامية، منها إثارة النعرات، تتكلم عن التعصب الرياضي، تتكلم عن حتى المنشورات المسيئة، تتكلم عن الإعلامات الإعلانات المضللة وغيرها. أدوار كثيرة تقدمها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وبالمناسبة أيضا حتى هي أشركت المجتمع الرياضي في المساهمة والتبليغ عن كل ما يساهم في التعصب الرياضي من خلال خدمة تنفذ أو من خلال الرابط الموجود على الحساب الرسمي للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، أو حتى هناك أيضا رقم موحد لتقديم التبليغات على التعصب الرياضي. فهناك يعني جهود كبيرة تقدمها الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في هذا الموضوع، لكن إحنا السؤال اللي نطرحه هنا عن دور الإعلام الرياضي وكيف ممكن يقدم مادة إيجابية، منتج رياضي أو منتج إعلامي يفيد المتلقي. أرجع أسمع من البقية، معليش أبو ماجد اليوم حظك معي تعيس يا أبو ماجد، اعذرني. تفضل ماجد. لكن بروح لفاصل للديوانية وراجعين نستكمل حديثنا مع ضيوفنا عن الإعلام الرياضي ودوره في مواكبة التطور الرياضي. اليوم ما في أحد يطلع إلا مر على جريشة الحفر. أسئلتنا متنوعة ومن قلب ثقافتنا. تعرف أنت كنت من قبل. والله إنها أغلى هدية جتني في حياتي. ألف مبروك، ربحت سيارة معنا في برنامج درايز، وألف مبروك. ألف مبروك. حبيت أنا سرعة البديهة وزادت 1500 وتستاهل. الساعة 12 صباحا، رمضان على السعودية.
حياكم الله متابعينا في الجزء الثاني من الديوانية. أذكركم بضيوفي اليوم، معنا الكابتن عبد الله خوقير والكابتن سعدون حمود، أيضا معنا الكابتن تيسير الانتيف والأستاذ حامد قرني، عايد العليوي، وأيضا معنا الكابتن عبد الله الكلثم. أبو ماجد، الحديث قبل شوية كان عن دور الإعلام الرياضي في مواكبة التطور الحاصل في الرياضة السعودية، كيف تشوفه، كيف تقيمه؟ في البداية صبح عليك صباح الخير. هلا وسهلا الزملاء والمشاهدين، لأنه الساعة واحدة وربع. هذه مبراشة هذه. لا مو مبراشة. طيب. لأنه طبعا البرنامج تأخر. صحيح. نحن نتكلم الإعلام الرياضي. نعم. حبدأ من هنا من تأخير البرنامج في نقل مباراة مهمة وجالسين نتابعها. نعم. حقيقة القنوات الرياضية السعودية، القناة الرياضية السعودية، أنت بتفرج على مباراة كرة الطائرة الاتحاد والهلال. نحن كنا هنا 7 أشخاص منشدين بنتابع اللقاء برضو. نعم. والجمهور طبعا هنا القنوات الرياضية مهتمة بنقل الأحداث أول بأول. نعم. أنت بتتكلم عن الإعلام الرياضي، هنا الإعلام الرياضي مباريات مهمة، مسابقات، أحداث، 24 ساعة التلفزيون شغال. حتقول للناس بتتابع في الجوال، بس ما يمنع برضو نحن بنتابع في التلفزيون وفي الشاشة الكبيرة، بنجلس نتابع المباريات هذه. نعم. أنا أوكي احنا تأخرنا في البرنامج شوية، بس أشكر الناس القائمة، لأنه مباراة جماهيرية ومباراة مهمة بنتابع يعني، عارف. نعم. يريد كل المسابقات، لأن أنا من الناس اللي بتابع في الجوال ساعات مباراة الاتحاد والهلال سلة، الوحدة والنصر، النصر الهلال، الاتفاق لاعب يد، الخليج النور. نعم. وفي جماهير، وفي عندنا شبابنا، شباب الوطن الآن بيتابع زي كده. عندنا قنوات رياضية كثيرة الآن الحقيقة، اللي هي القناة الرسمية حقت المملكة العربية السعودية، فعلا نقل الأحداث هذا مهم جدا. نعم. من هذا المنطلق برضو أدور على الأندية الكبيرة، جايبين مدير تنفيذي في نادي الهلال، مدير تنفيذي في نادي الاتحاد، في نادي النصر. أين قنوات الرياضية لنادي الهلال، لنادي الاتحاد، لنادي النصر؟ انت بتقول نحن بنتطور، نبغى نتطور. انا ما بدي اقعد اتكلم كلام انشاء واحده واحده، بجيب لك من الاخير. يعني قناه الزمالك والاهلي اللي بشوف جماهير بتتابعها احسن من القنوات اللي عندنا. لو نادي الهلال سوى قناه رياضيه، لو نادي الاتحاد سوى قناه رياضيه تابع جميع العابه، ونادي الاهلي ونادي النصر، نحن نبي نتطور بكذا. انا حتى الدعايات كانت فكره موجوده سابقا. لا طيب نحن في وصلنا في المستوى هذا يا أي. بندر الان وانا اخوك، نحن في المستوى هذا وفي التوهج هذا وانت ما عندك. حتى الدعايات، انا حتى دعايات المنتخب زمان لما كنت اشوف حقين سين عشان لا يقولوا نحن نتكلم ان نسوي دعايه للحقين التلفونات والانديه وللمنتخب، لما نشوف لاعبين المنتخب عدى علينا كأس آسيا ما شفت الدعايات موجودة في يعني في البرامج بين المسلسلات بين الأخبار. نبغى الحضورها، أنا بشوفها في دول تانية ترى. عشان كده قنوات الأندية تتكلم عن قنوات الأندية، لا بتكلم عن القنوات الرسمية كمان حقت الدولة. أي. إنه يعني نوع من الدعاية للاعبين المنتخب، لمعسكرات المنتخب، لحضور، للمشاركة، للمنافسة. للمنافسة في البطولات، نحن بننافس الآن في كأس عالم، كنا بننافس في كأس آسيا، ما شفت أي إعلام، أي دعاية كده قوية. اللاعبين اللي عندنا بنستثمرهم. نعم. واحد دحين شفناه، ما أدري الكل تابع ولا ما تابع، أيوه. كريستيانو في إعلان، نحن هذا خاص، متفقين إنه هذا خاص. أيوه. لكن نحن محتاجين لاعبين حقين. كان زمان أنا بقول لك قبل كم سنة كان واضح شوية، كانوا بارزين ورجعوا وقفوا. نعم. في الوقت اللي انت بتقول لي الآن المرحلة نحن نبغى نتكلم. أنا بستمتع بإيش؟ بالشاشات اللي موجودة في الشوارع. أي. حقيقة برافو برافو برافو. نعم. في مدينة الرياض، في مدينة جدة، في مدينة الطائف، في مدينة مكة، في أكثر من مدينة بشوف الشاشات هذه وتغيير، أشوف لاعبين، أشوف أشكال، أشوف مواعيد. نعم. مباريات، حضور، مدري إيش، هذه جدا 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 حلوة. نعم. أنت أبغاك تبرز الإعلام، محطات، قنوات، دعايات، كل شيء يريد يكون بقوة بقوة بقوة. جميل. ترى يفرق يا بندر. نعم. يفرق كثير، حتى لو المستوى الفني كانت تقول لي منتخبات. نعم. ولا لا، يفرق كبير الإعلام. جميل. دور الإعلام، أنت تتكلم عن دور
كبير جدا. يعني ترى الإعلام مثل ما قال حامد شريك في نجاحات الرياضة السعودية، تكلم عن الإعلام الرياضي، لكن أيضا على عاتقه دور كبير، مسؤولية كبيرة، تتكلم عن الإعلام المرئي ولا المقروء ولا المسموع أو حتى المنتسبين للإعلام الرياضي. عبد الله كلثم، أنت كيف تشوف أو تتابع دور الإعلام الرياضي في هذه المرحلة تحديدا؟ شوف بندر، أنا أقول يعني عشان لا نكون بعد يعني على قولتهم قاسين شوية على الإعلام الرياضي، بالعكس أنا أشوف أنه المؤسسات الرياضية في المملكة العربية السعودية متطورة جدا، نعم، وقاعدة تواكب الأحداث الرياضية بشكل ممتاز، لا على مستوى التغطيات، لا على مستوى الأرقام، لا على مستوى الصورة، لا على مستوى المقطع، المقاطع اللي تجي، هذا أمر ممتاز جدا. لكن في جانب هو اللي قاعد إلى الآن يحاول، يعني حامد قال سؤال مهم، ماذا يريد المتلقي؟ في سؤال مقابلة يقول لك المتلقي ماذا يريد الإعلامي؟ هل هو يريد شهرة؟ هل هو يريد أن يكون صاحب رسالة؟ اليوم احنا عيال على قولتهم جالسين في الصراحة ونبغى نشوف. الإعلامي بالنسبة للمشجع هو صاحب إثارة، ما يناظر اللي عنده رسالة، ما يهمني أنا. عندي فلان هذا بس لازم يكون يدافع عن نادي بس. يعني اليوم حتى لو يجي يقول رأي حقاني بين قوسين في نادية للإصلاح، ما عاد يقبلها المشجع منه، لأنه يرى أنك بس أنت تدافع عني، أنت تدافع عن نادي، ما لا تقول أي رأي ثاني، وكذا خرج عن دوره الأساسي. يا سلام. إحنا اليوم لما كنا نلعب، لما كنا صغار، كنا نعرف أو تربينا على أن الإعلامي صاحب رسالة، ما يمنع كل من في وسط الرياضي ما يمنع أن يكون يشجع، هذا حق من حقوق. نعم صحيح. لكن يجب أن نفرق ما بين المشجع وما بين الإعلامي، ويقدمها موضوعية. يا سلام. اليوم للأسف وهم نسبة قليلة أصبحوا الأقرب إلى التشجيع، لكن عنده وسيلة، عنده وسيلة يتكلم فيها. نعم. لكن الحمد لله السائد الآن البرامج الحوارية أنا أشوف أنها هادفة جدا، وتنتقل بشكل ممتاز جدا إلى التطور اللي إحنا موجودين، صرنا نتابع البرامج ونستفيد. يعني أنا كمدرب أستفيد كثير من بعض الأراء، صحيح. أشوف الإعلاميين اليوم يتكلمون عن عن تفاصيل فنية مهمة جدا تساعدنا إحنا كمدربين، وتعطينا نظرة مختلفة، نرجع نراجع حساباتنا ونشوف إيش قاعد يقدم في الوسط الرياضي بشكل كبير. جميل. يعني مو مثل ما يتهم به الإعلامي دائما أو بشكل متكرر بأنه يساهم في التعصب ويساهم في تأجيج الرأي العام ويساهم في احتقان الشارع الرياضي. احنا نتكلم عن دور اكبر يا عبد الله. صحيح، يعني اتفق معك، دور الاعلامي اكبر من هذه المواصفات كلها اللي موجوده في الاعلاميين. خلينا اشد شيء بعدين في نقطه مهمه، معلش يا عبد الله، لابد ان نفرق من عن مفهوم التعصب الرياضي ومفهوم الراي القوي او الطرح الايجابي، الطرح الجاد، الطرح القوي. في فرق، في خط فاصل بين التعصب الرياضي وبين أنك تطرح رأي قوي أو نقد قوي من أجل التصحيح أو المعالجة. تتكلم عن الإعلام الرياضي دوره أكبر في معالجة حتى ومراقبة أيضا ما يطرح في الوسط الرياضي عايد، ولا لا؟ صحيح، أنا أتفق معك بندر، يجب أن يكون لدينا إعلاميين متفهمين المرحلة. احنا في مرحلة يعني كبيرة جدا، نجد كل سبل اللي تخليك إعلامي ناجح. نعم. موجودة عندنا في وطننا ولله الحمد. الاتحاد إعلام رياضي على المستوى الرياضي جالس يقدم دورات كثيرة وحضرها في كثير من الإعلاميين، في بعض النخبة من الإعلاميين، أعتقد يعني ما أقول نخبة يعني كالأفضلية، لكن بالمتابعين هم يكونون أعلى، ما يحضرون مثل هذه الدورات. ليش ما تحضر أنت؟ المفترض أنت أول واحد يحضر لهذه الدورات. نعم. إحنا بحاجة للأمانة إلى أن نكون نضبط أنفسنا أولا قبل أن نضبط يعني كيف نضبط أنفسنا؟ نضبط أنفسنا أن نكون يعني ما أكون إعلامي تابع لنادي واحد فقط. نعم. لا، أكون إعلامي تابع لكل الأندية. كل الأندية يجب أن تكون صحيح هي مصدر خاص لي. يعني جالسين نشوف بعض الإعلاميين ينزل مثلا تشكيلة لما يصير تشكيلة المنتخب تلقاه يختار 3 أو 4 لاعبين اللي هم من الفريق اللي هو يشجعه أو هو يعني يحبه،
فيجي انضم الى المنتخب اللاعب فلان وفلان فلان وفلان من النادي الفلاني. يعني بعضهم حصر نفسه في اخبار ناديه فقط، في اخبار ناديه، بينما هو المفروض انه يكون اعلامي للجميع. اعلامي للجميع يجب، نعم. وايضا يجب على الجمهور ان يساعد هذا الاعلامي انه يكون اعلامي للجميع. اعتقد انه احنا بحاجه الى ان نطور انفسنا في الكثير من الامور، خاصه في الالعاب المختلفه. يعني ما نشوف في تغطيات كثيره للالعاب المختلفه، الإعلامي يجب أن يكون متواجد في كل الأحداث. نعم. طيب، عندنا أيضا تقرير يتحدث عن عودة المنافسات لدوري روشن للمحترفين. هذا التقرير يقرأ لنا فترة التوقف وكيف استعدت بعض الأندية للجولة 25. نتابع. اقترب موعد عودة دوري روشن في جولته 25 بعد التوقف الدولي الذي شهد مشاركة المنتخب السعودي وتربعه على عرش صدارة مجموعته ضمن تصفيات كأس العالم 2026. ومن أبرز مواجهات الجولة 25 الأخدود والرائد يوم الجمعة 29 من شهر مارس. يسعى الفريقان من الابتعاد عن منطقة الخطر ولدى كل منهما 24 نقطة. وفي المواجهة الثانية يوم السبت 30 من شهر مارس في ديربي الرياض الذي يجمع الهلال والشباب، الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات في تاريخ كرة القدم يسعى لمواصلة انتصاراته وتوسيع فارق النقاط في جدول الترتيب بينه وبين الوصيف النصر. الشباب يتسلح بعودة نجمه الكرواتي راكيتيتش بعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية في ظل غياب من بعض نجومه. وفي لغة الأرقام الأكثر فوزاً الهلال ب 22 فوزاً والأقل فوزاً الحزم بفوزين فقط. الأقل خسارة الهلال لم يخسر حتى الآن، والأكثر خسارة أبها ب 15 خسارة. الأقوى هجوم الهلال ب 72 هدفاً، على أضعف هجوماً الأخدود بواحد وعشرين هدف. الأقوى دفاعاً الهلال اهتزت شباكه 13 مرة، فيما كان الأضعف دفاعاً تشارك فيها أبها والحزم 59 هدف. وفي صدارة ترتيب الهدافين تربع البرتغالي كريستيانو رونالدو على صدارة الترتيب 23 هدفاً. تقرير يلخص لنا أوضاع الأندية قبل بدء الجولة 25 واللي تستأنف يوم الجمعة القادم إن شاء الله في استكمال منافسات دوري روشن للمحترفين بعد فترة التوقف، بعد أيضا مباريات المنتخب. عودة الدوري أبو ماجد هي انتعاش للمشهد الرياضي السعودي، ها؟ هي أكيد تعودنا على استمرار المنافسات، كل أسبوع منافسات ومباريات ونستنى مين ينهزم مين يتعادل والفريق اللي ماشي النقاط. الحين كيف شايف وضع الفرق قبل جولة 25؟ والله الكل أعتقد بيستعد. نعم. وطبيعي جدا، يعني في مباريات محسومة وفي مباريات تحس إنه فيها تنافس وفي مباريات تجيك عكس التوقع. أيه. نحن مثلا متوقعين إنه الحزم التعاون، إن التعاون ممكن يكسب الحزم، فجأة نلاقي الحزم ممكن يكسب التعاون. زي مباراة النصر اللي كانت والحزم 4-4. صحيح. الكل كان هنا والجماهير في المملكة العربية السعودية كلها قالت مباراة لنادي النصر، فجأة تفاجأنا 4-4، مباراة مثيرة وأهداف. دوري روشن ما له مقياس في المباريات، خاصة في ظل وجود اللاعبين الحاليين واللاعبين العالميين، كمية الأجانب الموجودين والكواليتي حق الأجانب الحقيقة حتى في الأندية الوسط. نعم. والأندية الأسفل إلا في الأخدود، إلا في الخليج، إلا في الوحدة، إلا في كذا نادي تلاقي لاعبين مميزين وبيعطوك في الملعب
يعني بتتشوق انك تشوف اللاعبين هذول تشوف المباريات. حتى عبد الله في فتره التوقف الحاليه هذه اللاعبين العالميين اللي شاركوا مع منتخباتهم نعم. كان لهم حضور ايجابي يعني كان لهم حضور صراحه يعني اذا كان انا اتكلم عن نادي الوحده بودين هذا جايب جول مو طبيعي نعم وحتى انا بتكلم عن نادي الوحده بس في لاعب عندنا جاب جول مو طبيعي اي صحيح ولاعب الاتفاق ايضا استرالي هو لاعب الاتفاق اللي سجل ايضا هدف مع منتخب فيلندوم اي صحيح مع منتخب هولندا وساديو ماني سجل هدفين بعد يعني ما بتتابع يعني كان لهم حضور ايجابي سافيتش ايضا مع منتخب صربيا صحيح سعدون كيف تشوف وضع الأندية قبل 25 جولة 25؟ طبعاً الحين ما فيه بعد العيد تبدأ الجولات والله أسبوع بعد يومين تبدأ الجولات الحين ما في أي ضياع أي نقاط الحين الهلال والنصر والأهلي والاتحاد هم يمشون في الطريق والتعاون والاتفاق لحقهم في المشوار هذيلا يبغون الاتفاق يبغى إنه يوصل إلى المركز الثالث ولا الرابع عشان يلعب اسيويا أيه. عشان يرضى جمهوره نعم يرضى جمهوره لان الاستقطابات اللي جابها السيد جرار المفروض ان الاتفاق يوصل هذا المكان ومن حقه بصراحه لان جاب في الشتويه حوالي 8 لاعبين ولا 9 لاعبين لابد ان على السيد جرار نعم. يعمل ازيد وازيد عشان يرضي الجمهور هذا العطشان بالنسبه لنادي الاتفاق هم في مذيل الترتيب لأن تفريط في أي نقطة أنت تكون في خطر لأن باقي 10 جولات نعم. العشر جولات فيها 30 نقطة يعني ممكن أنت توصل إلى مدى بعيد بالنسبة في مذيل الترتيب أما في الوسط في المناطق الدافئة أعتقد أن اللي موجود أعتقد في إثارة والمقدمة الصدارة والوصيف رايح فيها الأزرق الصراحة أي. ما يوقفها الصدارة محسومة بالعالمين صراحة لأن فريق متمكن عند لاعبين من طرف حسمتوا الدوري للهلال أنت عبد الله أنت سعدون أنا شخصيا أنا أقول الدوري للهلال خلاص حسمته أنا تيسير شو رأيك أنا شخصيا تتفق معهم الدوري. صف بجانب زملائك اللاعبين السابقين انا بتكلم رياضيا وعلى الورق ونقطيا أيوة. في ناس بيكلموني وبيتكلموا ليش يا عبد الله واضح واضح وهذه كره قدم عارفين شايفين وشايفين الفرق حق النقاط والمباريات المتبقيه باقي 9 جولات يا عبد الله الهلال بالنسبه للهلال انت تتكلم عن 9 جولات متبقيه 27 نقطه فيها صح ولا لا يحتاج خمس مباريات خسائر للهلال لازم يخسر الهلال خمس مباريات صعبه من 9 مباريات كل شيء وارد بامر الله سبحانه لكن كره قدم وجاهزيه محسومه بس الناس بتتكلم بتقول لك انتم بتطبلوا الهلال نحن بنتكلم كره قدم فريق قدامنا بيلعب كوره ومدرب واداره وحضور حيكسر لا شوف بيكسر. حتى بعد الجولة هذه 25 عندك 9 جولات متبقية فيها 27 لا فيها 27 نقطة وفيها تقلبات يصير دروب في مباراة مباريتين لكن ما يصير دروب في 12 نقطة 13 نقطة ايوة صحيح فريق بالقوة هذا بالوصول أنا بيكلموني وشغالين علي هنا بيقول لك أنت بتطبل للهلال يا ناس مو حقيقة حتى من خارج المملكة العربية السعودية أعطيكم الحال كل الناس بيقولوا نادي كبير نعم إن شاء الله اتفاق ياخذ الدوري قلبك مع الاتفاق يا سعدون والله قلبي مع الاتفاق الله يعطيكم العافية شكرا لكم جزيلا شكرا لحضوركم شكرا لآرائكم وقتنا انتهى غدا إن شاء الله يتجدد الموعد من الديوانية موعد جديد تقبلوا كل التحية من كل الزملاء في فريق العمل رئيس تحية الديوانية عبد العزيز الناجي وبقية زملائي تصبحون على خير في أمان الله